السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر خلص، معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من اليوم السبت الموافق 30/9/2023، والقنوات الناقلة والمعلقين بإذن الله تعالى. متابعين الكرام، البداية اليوم السبت 30/9/2023 عندنا 8 مباريات، مباريات كتير لأن في يوم الثلاثاء والأربعاء دوري أبطال أوروبا الجولة الثانية بإذن الله تعالى. فطبعا اللي هيلعبوا السبت هيلعبوا الثلاثاء، فلازم الفرق يعني يكون موجوده السبت لسبب بسيط عشان يلعبوا الثلاثاء والاربعاء، يبقى في فتره يعني راحه. طيب، الفيديو بتوقيت مصر ومكه المكرمه السعوديه والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا. لو عايز توقيت الامارات وسلطنه عمان من فضلك زود ساعه، لو عايز توقيت ليبيا تونس والجزائر والمغرب من فضلك قلل ساعتين، لو عايز توقيت ليبيا والسودان من فضلك قلل ساعه، ولو عايز توقيت جرينتش وموريتانيا من فضلك قلل 3 ساعات. البداية مع مباراة استون فيلا في مواجهة برايتون، المباراة معاها الساعة 2:30 ظهرا او مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. استون فيلا في مواجهة برايتون، القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى والمعلق محمد بركات. متابعينا الكرام، بعد كده عندنا 1 2 3 4 5 6 مباريات في نفس التوقيت الساعة 5 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة. المباريات هي مباراة بورنموث في مواجهة أرسنال، إيفرتون في مواجهة لوتون تاون، مانشستر يونايتد في مواجهة كريستال بالاس، نيوكاسل يونايتد في مواجهة بيرنلي، ويست هام يونايتد في مواجهة شيفيلد يونايتد، وولفرهامبتون في مواجهة مانشستر سيتي. الست مباريات الساعة 5 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. نبدأ مباراة مباراة. بورنموث في مواجهة أرسنال، المباراة تذاع على قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية، والمعلق هو أحمد البلوشي. إيفرتون في مواجهة لوتون تاون، المباراة على قناة بين سبورتس اتش دي 1 اكسترا 1 الأولى، والمعلق باسم الزير. مانشستر يونايتد في مواجهة كريستال بالاس على قناة بين سبورتس اتش دي 6، والمعلق عامر الخزيري. نيوكاسل يونايتد في مواجهة بيرنلي على قناة بين سبورتس اتش دي اكسترا 2 اكسترا الثانية، والمعلق محمد المبروكي. ويست هام يونايتد في مواجهة شيفيلد يونايتد على قناة بين سبورتس اتش دي اكسترا 3 الثالثة، والمعلق عادل خلو. مانشستر سيتي في مواجهة وولفرهامبتون على ملعب وولفرهامبتون، المباراة على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى، والمعلق المتألق عصام الشوالي. طيب، بعد كده عندنا مباراة قوية جدا بين توتنهام امام ليفربول، الساعه 7:30 مساء بتوقيت مصر ومكه المكرمه، الساعه 5:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. والمباراه هتذاع على قناه بين سبورتس اتش دي 1 الاولى، والمعلق المتالق حفيظ الدراجي. طيب، يوم الاحد الموافق 1/10/2023، نوتنغهام فورست في مواجهه برنتفورد. المباراه متابعينا الكرام يوم الاحد زي ما قلنا عندنا زي ما قلنا معلش معتذر نوتنغهام فورست مواجهة برنتفورد، المباراة هتذاع على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى، والمعلق نوفل الباشي. طيب، ننتقل إلى مباراة يوم الاثنين 2/10/2023، عندنا فولهام في مواجهة تشيلسي. احنا قلنا إن المباراة الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة عشان بس ما ننساش. يوم الاثنين فولهام في مواجهة تشيلسي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. القناة الناقلة لهذه المباراة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى، والمعلق جواد بدة. طيب، احنا عندنا حاجة كمان يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء أيوة بإذن الله تعالى عندنا مباراة أيضا في الدوري الإنجليزي، مباراة مؤجلة بين لوتون تاون وبيرنلي. المباراة زي ما قلنا يوم الثلاثاء مؤجلة بين لوتون تاون وبيرنلي، 9:30 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة. المباراة تذاع على قناة بين سبورتس اتش دي 9، والمعلق محمد السعدي. اسف على اطاله الفيديو، كان معكم محمد نور الدين، اشترك في القناه وفعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.